عرات بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أعلنت اللجنة المنظمة انطلاقة الشوط 17. انطلقت هذه الأسماء، انطلقت هذه الشعارات هنا على أرضية هذا الميدان. أتمنى التوفيق لكل المشاركين، لكل المتابعين. العنود على المركز الأول محمد بن سعيد بن عبد الله القريوي من يتابع العنود على المركز الأول، وينطلق مع انطلاقة العنود المركز الثاني من الجانب الآخر. أشوف القادمة، هناك الشاهينية لسالم بن حمد بن جهويل المري، المركز الثالث يا بوي الجزيرة، الجزيرة لحمد بن حمد بن محمد بن جهويل. من يتابع الجزيرة على المركز الثالث، المركز الرابع الشاهينية لراشد بن حمد الكعبي، والمركز الخامس وصلت الشاهينية لعلي بن سالم الحفار العفرة. نعم، من يتابع الشاهينية على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء المنطلقة هنا على أرضية هذا الميدان بقيادة شعار سالم بن حمد بن جهويل المري. من يتابع الشاهينية، من ينطلق مع انطلاقة الشاهينية على المركز الأول، المركز الثاني العنود على المركز الثاني لمحمد بن سعيد بن عبد الله. وأشوف القادمة الشاهينية لراشد بن حمد الكعبي، والمركز الرابع وصلت على المركز الرابع الجزيرة لحمد بن محمد بن جهويل. ما شاء الله تبارك الله، وصلت الشاهينية لعلي بن سالم العفرة. من يتابع، نعم، الشاهينية على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المنطلقة هنا على أرضية هذا الميدان. وغير الكعبي، انتقل إلى الصدارة راشد بن حمد الكعبي، لكن اشوف القادم، وصلت الواصلة سالم بن سعيد بن مهيرة. من يتابع الواصلة على المركز الاول، الواصلة على الصدارة. يا بوي الواصلة، ماذا فعلت يا سالم بن سعيد؟ ماذا فعلت بهذا الميدان؟ فجرت الواصلة وصلت الواصلة. حيوها، حيو الواصلة. ها هي الواصلة على المركز الاول. خذ رجال سبوق وشارك الناس، وخلق على الشاشات تنذاع مثل مهيرة، مثل الواصلة. هي الواصلة تعلن انها بطلة من ابطال هذا اليوم. تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن مهيرة على فوز الواصلة بالمركز الاول وبدون منافس على الاطلاق. المركز الثاني وصلت العنود لمحمد بن سعيد بن عبد الله. المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية لسالم بن حمد بن جهويل المري. هكذا، نعم، هي النتيجة. انطلقت هذه الأسماء، وانطلقت الواصلة، ووصلت الواصلة لتعلن انها بطلة من أبطال هذا اليوم. جود مورنينج سالم بن سعيد بن مهيرة على هذا الانتصار. 3:09.61 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني.